إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة يتناول قصة نبي من الأنبياء أعجب بكثرة قومه وكثرة عددهم وعدتهم، يعني قدر الله تعالى عليه وعلى أمته عقوبة في الدنيا بسبب هذا الإعجاب الذي وقع منه. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره بأسانيد يعني صحيحة، صححها الشيخ الألباني رحمه الله في مسند الإمام أحمد عن صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا، تكلم بشيء يعني همسا صوت خفيف، لا أفهمه ولا يخبرنا به. يعني كان صهيب يحاول يعني يتنصت أو يتصنت على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يسمعه ليتعلمه، لكن الصوت كان يعني خفيضا، فلا هو فهم يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ماذا كان يقول. قال: أفطنتم لي؟ فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن صهيبا يعني ينصت لحديثه. قال: أفطنتم لي؟ قلنا نعم. قلنا نعم. طيب، وفي بعض روايات الحديث فيها أن صهيبا رضي الله عنه ذكر أنها كانت صلاة فجر، أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بشيء بعد الصلاة، وكانت صلاة فجر، وكان هذا أيام غزوة حنين، في أيام غزوة حنين. وغزوة حنين هي يعني الغزوة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون غزوة حنين كانت يعني بعد فتح مكة، يعني شهرين أو ثلاثة بعد فتح مكة. فتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة، وبعد فتح مكة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب لفتح مكة ومعه 10,000 مقاتل، ففتح الله تعالى عليه مكة، ثم أخذ من ممن أسلم من أهل مكة وما حولها 2,000 آخرين، فصار مجموع جيش النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 مقاتل. 10,000 اللي كان خرج بيهم من المدينة لفتح مكة، وأضاف عليهم 2,000 ممن أسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يغزو أهل حنين، وهم في منطقة الطائف قريبا من مكة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم ومعه 12,000. يعني الصحابة في تلك الغزوة يعني أعجبوا بكثرتهم، أكبر عدد يعني يقوده النبي صلى الله عليه وسلم في جيش من الجيوش، هذا العدد الكبير. يعني كان في هذه الغزوة تأديب من الله سبحانه وتعالى، أنه حصل لهم انهزام رغم كثرة عددهم وقلة عدوهم، عكس ما كان يحصل دائما في الغزوات الأخرى، ومع ذلك حصل انهزام في أول الغزوة، ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني كتب لهم النصر في آخرها لما انهزموا، فتضرعوا إلى الله تعالى ولجأوا إليه وعلموا أن القوة بيد الله سبحانه وتعالى، وزال عنهم الإعجاب بالكثرة، فجاءهم النصر من الله تعالى. ففي تلك الأثناء في أيام غزوة حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم معه يعني عدد كبير وكذا، وكان يصلي صلاة الفجر، فدعا بهذا الدعاء، فقال: أفطنتم لي؟ قلنا نعم. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه، وفي رواية أعجب بأمته،
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء، أعطي جنودا من قومه وأعجب بأمته يعني بكثرة عددهم. وهنا طبعا فيه يعني من الفوائد أن الشيء يذكر إيه بنظيره ومثيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأثناء كان معه عدد كبير من أمته، فتذكر نبيا من الأنبياء يعني كان الله تعالى أطلعه على خبره، حصل له أيضا أنه كانت أمته كثيرة العدد وخرج يعني ومعه عدد كبير من الجنود فأعجب بأمته. فقال: من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء، أو غيرها من الكلام. يعني ذلك النبي أعجب بأمته وكثرة عددهم وكثرة عدد جنوده، فقال هذه الكلمة، قال: من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء، يعني قال هذا عدد يعني لا يمكن أن يقوى جيش على يعني الانتصار على أمتي على هذا العدد الكبير. هذا قاله نبي من الأنبياء السابقين، ولم يذكر نبينا عليه الصلاة والسلام لم يذكر اسم ذلك النبي. فأوحي إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم. الله تعالى أوحى إليه قال لا بد أن يحصل عقاب على هذه الكلمة اللي هي إيه؟ من يقوم لهؤلاء، يعني في إعجاب بقوم. فقال الله تعالى اختر العقوبة، خيره الله تعالى أن يختار واحدة من هذه العقوبات الثلاثة: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع أو الموت، أو الجوع أو الموت. ثلاثة أشياء: إما تسليط عدو من غيرهم، وإما الجوع أن تصيبهم مجاعة، وإما الموت. فاستشار قومه في ذلك فقالوا: أنت نبي الله فكل ذلك إليك. طبعا هنا من فوائد الحديث يعني مشروعية الاستشارة، وأنها من سنن الأنبياء وهدي الأنبياء. قال الله تعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر، وقال عن المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. فهذا نبي من الأنبياء السابقين، وأيضا لما إيه أوحى الله تعالى إليه أن يختار عقوبة من هذه العقوبات، تسليط عدو أو الجوع أو الموت، فاستشار قومه. فقومه قالوا له: أنت نبي الله فكل ذلك إليك. قالوا: أنت نبي الله كل ذلك إليك، خر لنا، خر لنا. قال: أنت نبي الله، أنت أعلم منا بما هو إيه الأصلح لنا، اختر لنا إيه يعني ما ترى أنه الأصلح. فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فصلى ما شاء الله. في إيه؟ وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، إذا أصابهم يعني كرب وضر يعني وضاقت عليهم الأمور يفزعون إلى الصلاة ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، يطلبون منه إيه أن يعني يكشف ما بهم من الضر وأن يلهمهم الصواب من الأمر وكذا. فنبيهم هذا إيه فزع إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فصلى ما شاء الله. قال ثم قال: أي رب، يعني بعد الصلاة، هذا يعني يشبه إيه صلاة الاستخارة يعني في شريعتنا أيضا، الإنسان يعني إذا كان مقدما على أمر يستخير ويستشير، وهنا نبيهم يعني استشار قومه وصلى لله سبحانه وتعالى، يطلب من الله تعالى إيه أن يلهمه الصواب ويلهمه حسن الاختيار. ثم قال: أي ربي، أما عدو من غيرهم فلا. قال: أي رب، أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت. قال: يا رب، يعني لا نريد تسليط عدو من غيرنا، ولا نريد إيه الجوع، ولكن الموت. فسلط عليهم الموت. وهذا يعني فيه من فوائد الحديث يعني أن اختيار هذا النبي يعني بعد أن تضرع إلى الله تعالى وكذا، يعني أنه في اختياره واجتهاد هذا النبي عليه السلام أن الموت يعني أخف من إيه أخف ضررا من بلاء الجوع ومن بلاء تسليط عدو من إيه يعني على المسلمين. أن الموت أخف بلاء من تسليط عدو من أعداء المسلمين إيه
عليهم فيحيون يعني حياة ذليلة وعدو من أعدائهم مسلط عليهم، الموت أحسن من هذا. وكذلك الموت أخف ضررا من الإيه؟ من مقاساة الجوع وآلام الجوع. فنبيهم عليه السلام اختار الإيه؟ الموت. فسلط عليهم الموت فمات منهم 70,000، فسلط الله عليهم الموت فمات منهم 70,000. وهذا يدلك على يعني كثرة عدد جنوده، يعني كان معه جنود يعني بس مات منهم 70,000 وبقي ايه بقيتهم، عفى الله تعالى عن بقيتهم بعد ان يعني مات 70,000 وعفى الله تعالى عن بقيتهم، فهذا معناه انهم كانوا يعني عددا كبيرا. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: فهمس الذي ترون اني اقول اللهم بك اقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بك أقاتل وبك أصاول، والمصاولة يعني معناها قريب من معنى المقاتلة، يعني منازلة الأعداء ومدافعة الأعداء بالله سبحانه وتعالى، يعني معتمدا على الله تعالى وطالبا من الله تعالى النصر والمعونة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان يدعو بهذا بعد الصلوات في أيام غزوة حنين، ودعا به بعد صلاة الفجر، ويعني من عموم لفظ الحديث يعني كان إذا صلى همس شيئا، فمعناه أنه من الدعاء المشروع بعد الصلاة: اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يقاوم عدوه معتمدا على الله تعالى. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول عن معصية الله ولا تحول عن كل مكروه إلا بالله سبحانه وتعالى. يعني لا تحول، لا حول يعني لا تحول عما يكرهه الإنسان في دينه أو في دنياه من الذنوب ومن المصائب، لا تحول عنه إلا بالله، يعني إلا بمعونة الله تعالى. ولا قوة إلا بالله يعني لا قوة على طاعة الله ولا قوة على ما يحبه الإنسان ويعني يريده من الخير في الدنيا والآخرة إلا بالله، إلا يعني بمدد ومعونة من الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا الحديث يعني فيه فوائد، يعني أهمها وأعظمها اللي هو التحذير من إعجاب الإنسان بما أعطاه الله تعالى من النعم، أن الإنسان يعجب بنعمة أنعم الله بها عليه وأن يعجب بعمل صالح يعني أعطاه الله تعالى. ودائما يعني يأتي الافتخار بكثرة المال وكثرة الولد وكثرة كذا يعني في سير من عاقبهم الله تعالى وعذبهم، كما في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف الذي قال قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أخذ إعجاب بنفسه يعني وزهو وغرور واختيال بما أعطاه الله، يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فكان ذلك سببا في أن يهلك الله تعالى جنتيه، حيث تكبر بما أعطاه الله من النعم على غيره. وإبليس قال أنا خير منه فعاقبه الله تعالى. وقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وأصابه أيضا يعني اختيال وإعجاب بما أعطاه الله تعالى من النعم، فخسف الله تعالى به وبداره الأرض. فإذا المؤمن عليه أن يعلم أن هذه النعم يعني أنها مدد من عند الله تعالى، وأنه ليس بحوله ولا قوته، وإنما هو يعني بحول الله وبقوة الله، وأن هذه النعمة يعني إنما أعطاه الله تعالى إياها، فيتعلق قلبه بالله تعالى ويشعر يعني بالافتقار إلى الله، ولا يتعالى بهذه النعم على غيره من الناس. وأن الإعجاب يعني بكثرة العدد من أسباب الضعف والهلاك، إن الإنسان إذا اعتقد أن النصر على الأعداء إنما هو بكثرة العدد وبكثرة العدة ولم يعتمد على الله تعالى في طلب النصر على الأعداء، أن هذا يكون من أسباب الهزيمة.
وفيه فضل التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه واللجوء إليه. وكذلك يعني من فوائد الحديث أن سبب البلاء قد يكون خفيا، قد يكون خفيا، وقد ينزل بلاء بقوم صالحين مجاهدين ولا يدرون من أين أتوا، ويكون هذا البلاء بسبب يعني الأمراض القلبية، يعني قد يكون الناس ظاهرهم الصلاح، يعني هذا نبي كريم ومعه قومه وناس يعني كانوا قد إيه خرجوا مجاهدين وكذا في سبيل الله، لكن عندهم يعني أصابهم إيه شيء من هذه الآفات القلبية اللي هو الإعجاب، فالإعجاب بالنفس وكذلك الرياء ونحو ذلك من الأمراض القلبية، يعني هذا مما يعني يكون من أسباب الهزيمة الخفية التي قد يعني لا يطلع عليها الناس. وفيه أيضا أنه يستحب للمسلم أن يفزع إلى الصلاة إذا حزبه أمر، إذا أشكل عليه أمر أن يفزع إلى الصلاة، وإذا أصابه ضر أن يلجأ إلى الله تعالى ويتضرع إليه بالصلاة. وكذلك من فوائد الحديث مشروعية الاستشارة والاستخارة، وأن الإنسان لا يتعجل في الأمور التي له فيها اختيار، حتى يعني يقلب الأمر من إيه من أوجهه المختلفة ويقارن بين يعني الفرص المتاحة أمامه ولا يتعجل يعني بالاختيار. فنبيهم لما خير من هذه الأمور ف يعني استشار قومه، ثم لما قالوا خير لنا أيضا لم يتعجل بالاختيار وإنما فزع إلى الصلاة وكذا قبل أن يتخذ قراره. ومن الفوائد يعني كما ذكرنا يعني أن تسليط الأعداء على المسلمين أنه بلاء شديد، وأن بلاء الموت يعني أخف من عند هذا النبي الكريم من تسلط الأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.